أنا أم محمد من المغرب، أهلا ومرحبا، أرجو الإجابة على سؤالي: ما حكم المجموعات الدينية المختلطة على الفيسبوك وجزاكم الله خيرا؟ لطالما بح الصوت ولكن الكثير من إخواني وأخواتي لا يسمعون. لا يجوز شرعا الاختلاط، فإذا أرادت النساء أو الفتيات عمل مجموعة دعوية أو تعليمية خاصة بهن فلا علاقة للرجال ولا للشباب بها. وإذا أراد الرجال أو الشباب عمل مجموعات دعوية فيتكون خاصة بهم، لكن الذي يحدث على أرض الواقع فساد كبير وضياع للقيم والأخلاق وسقوط لدى الكثير من الرجال والنساء، فيدخل هذا مشيرا أو معلقا، وتدخل هذه معلقة، وإعجاب من هنا وإعجاب من هناك. أشهد الله أن هذا لا يجوز شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. هذه ينبغي أن ننتبه إليها. لا نشكك في أحد، لا نشكك في أخواتنا الفضليات، ولا نشكك في شبابنا وأبنائنا الكرام، ولكن اتقوا الشبهات. فالرجل يبغي من المرأة ما تبغيه المرأة من الرجل، والشهوة أعزكم الله إنما هي مسلطة، أو بمعنى أدق مخلوقة موجودة في الطرفين. فلماذا نضع أنفسنا مواضع الشبهات؟ هذه نظرة إعجاب، وهذا تعليق إعجاب، ثم يجر ما بعده من ويلات، ويكون السقوط والعياذ بالله. أسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين رجالا ونساء. آمين آمين يا رب العالمين. لكن لو بضوابط شرعية شيخي الكريم، ما فيش خاص، ما فيش يعني، حتى وإن كانت بضوابط شرعية، فإن كانت مثلا مثل بعض البرامج الفتاوية التي تدخل الأخت أو المرأة على أن تسأل سؤالها وتخرج للشيخ أو من يقوم عليها، لا بأس ولا حرج، هذه الضابط. لكن تعال معي الآن، احنا عاملين نخش تحاول رأي، وانت هتقول رأيك وهي تقول رأيها، وانا أعلق ويميل قلبي، والقلوب مريضة في أكثر. لكن لو مثلا صفحة زي صفحة حضرتك مثلا، أو صفحة برنامج أهل الذكر، أو صفحة شيخ، هذا ما قصدته. نعم أفهم، جزاكم الله خيرا. والدخول على هذه للسؤال هو فقط، نعم، مباح شرعا لتتعلم أمر دينها، لأنها ليس هناك أدنى حوارات. صحيح، يعني حتى في مثل هذه الصفحات لا يسمح للأعضاء بالتحاور فيما بينهم نساء ورجالا. يعني حتى الأخت إذا علقت، القائم على الصفحة يقول: اقرأوا قواعد المجموعة أو الصفحة، فالإجابة فيها للشيخ فقط، فلان حسب صفحته فقط لغير. أما إبداء رأيك يكون عندك أنت هناك، وإذا هناك ضوابط، هذه ليست فيها شيء. لما؟ لأنها منفس لتعلم الفقه والدين، بعيدا عن الأمور التي أغلقت كثيرا على إخواننا وأخواتنا في الفترة والآونة الأخيرة من القنوات التي تم إغلاقها. السلام.